ماذا يحدث إذا قرأت آية الكرسي قبل أن تأوي إلى فراشك؟ حقيقة هذه قضية مهمة في حياتنا، معظمنا يغفل عنها. الشيطان موجود في حياتنا، يؤثر علينا كثيرا، إلا من علم أساليب الشيطان وتجنب هذا الشيطان. الحقيقة هناك حديث عظيم عن النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد أن من قرأ آية الكرسي كل ليلة قبل النوم فإن الله سيحفظه من كل شر. اقرأوا معي هذا الحديث الشريف ثم نعود لنتدبر لماذا آية الكرسي تحفظك أيها الإنسان، ما هو السر الذي فيها. الحقيقة سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه صادف شيطانا ذات يوم، والحديث موجود في الصحيح، فأراد أن يمسك به، طبعا قصة طويلة، ولكن هذا الشيطان قال له إذا تركتني سأعلمك شيئا ينفعك الله به، فوافق سيدنا أبو هريرة لأنه كان حريصا على العلم. يعني قال أنا إذا أمسكت بهذا اللص ماذا سأستفيد، ولكن عندما يعطيني معلومة أستفيد منها، وربما كان هذا اللص فقيرا أو كذا. يعني انظر ماذا قال له. طبعا علمه هذه المعلومة، ثم عاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي قال له، سأله عن هذه الحادثة، ما الذي حصل معك؟ تأملوا معي هذا المقطع من هذا الحديث، وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام وافق على هذه المعلومة التي أعطاها الشيطان لأبي هريرة. يقول سيدنا أبو هريرة: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله. قال: ما هي؟ قلت: قال لي إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. سبحان الله، معلومة مهمة جدا، ولكن بما أن الشيطان هو مصدر هذه المعلومة فأنا لا أستطيع أن أصدق أو أكذب حتى يأتيني مصدر موثوق. هذا ما فعله أبو هريرة. لذلك ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا أبي هريرة؟ قال عليه الصلاة والسلام: أما إنه قد صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب منذ 3 ليال يا أبا هريرة؟ قال: لا. قال: ذاك الشيطان. سبحان الله، يعني الشيطان إذا لديه علم أيها الأحبة، هو يعلم قوة آية الكرسي في الحفظ. الشيطان يكره هذه الآية، يفر منها، وهذه الآية موجودة في سورة البقرة التي قال النبي عليه الصلاة والسلام في حق هذه السورة: لا تستطيعها البطل، أي السحرة. ويقول إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة يفر منه الشيطان، إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وسورة البقرة فيها الآية 255 هي آية الكرسي، هي أعظم آية في القرآن، لأن الله قال فيها أو أكد فيها أنه لا يعجز عن حفظ السماوات والأرض، وبالتالي فهو لا يعجز أن يحفظ إنسان فقير مثلي أو مثلك، عبد ضعيف. فالشيطان
الله سبحانه وتعالى بدأ هذه الآية باسم من أسمائه الحسنى، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وختمت باسمين ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، عن السماوات والأرض، ولا يؤوده أي لا يعجزه حفظهما، حفظ السماوات والأرض. فهذا الإله القادر، وبالفعل أيها الأحبة الكون اليوم يقول العلماء هناك ضبط دقيق جدا في الكون، ميزان كوني دقيق، القوانين الكونية متوازنة بشكل دقيق جدا، أقل تغير في قوانين الكون تؤدي لانهيار الكون وعدم حفظه. الكون محفوظ بمجموعة معقدة من القوانين الدقيقة التي خلقها الله يحفظ بها الكون، فلا نرى مثلا أن الأرض تنقلب أو تتوقف عن الدوران، ولا نرى أن الشمس تقترب من الأرض أو تندمج مع القمر، ولا نرى أن هذه الرياح تتوقف فجأة أو تسرع كثيرا، هناك نظام معين. فهذا النظام الكوني الدقيق الله هو الذي حفظه لراحتنا ولسعادتنا أيها الأحبة. فكما أن الله لا يؤوده حفظ السماوات والأرض ولا يعجزه حفظ الكون، كذلك هو غير عاجز أن يحفظني وأنا نائم. لذلك كل يوم أرجو من جميع الأحبة الذين يسمعوني، وحبذا لو تبلغ هذه المعلومة لمن يحتاجها، تذكره بها كل يوم، اقرأ آية الكرسي قبل أن تأوي إلى فراشك. في الليل تحدث السرقة، تحدث نوبات قلبية، في الليل يحدث الشر، الفواحش، ترتكب الفواحش، في الليل سهرات اللهو والعبث والاستهزاء والخمر والسخرية، في الليل ينشط الشيطان أخي الحبيب. لذلك عندما تقرأ هذه الآية قبل أن تنام حقيقة تضمن بإذن الله تعالى أن يحفظك الله من كل هذه الشرور. هناك شرور نحن لا نعلمها، شرور لا تعلمها أخي الحبيب، الله يصرفها عنك. قد يصرف عنك شر حادث، شر زلزال، شر كارثة. وبالتالي احرص أن تقرأ هذه السورة كل يوم قبل أن تأوي إلى فراشك على نية أن يحفظك الله من كل شر. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا ويحفظكم جميعا من كل شر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.